ولأن مشاهدين مع ملف الجزائر، حيث أكد كريم يونس منسق هيئة الوساطة والحوار الوطني بالجزائر أن الهيئة ستمنح فرصة الحوار لكافة فئات المجتمع، وذلك بهدف إيجاد حلول الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. وأشار يونس إلى أن هيئة الحوار لا تتحدث لا باسم الشعب الجزائري ولا باسم الحراك الشعبي ولا باسم السلطة، موضحا أن الهيئة تعمل على منح فرصة الحوار لكافة فئات وشرائح المجتمع الجزائري، ولا سيما الشباب منهم، وذلك على مستوى كل الولايات بهدف إيجاد حلول الأزمة السياسية الحالية. والمزيد ينضم إلينا مشاهدين عبر الهاتف الأستاذ محمد حماد، الكاتب المتخصص في الشؤون العربية بالأهرام. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا بحضرتك يا فندم أستاذ المشاهدين. يعني أستاذ محمد، هناك توافق بين جميع الأحزاب السياسية في الجزائر على دعم هذه اللجنة، برأيك هل اللجنة قادرة على خوض أو على إنجاح هذه الانتخابات الرئاسية وإنهاء الأزمة السياسية في البلاد؟ بداية دعيني أكون واضح مع حضرتك ومع السادة المشاهدين. منذ إنشاء اللجنة بقرار من الرئيس المؤقت الجزائري عبد القادر بن صالح، واللجنة تواجه العديد من التحديات والصعوبات، منها على سبيل المثال كان هناك شروط للتهدئة في الشارع الجزائري من خلال الإفراج عن المعتقلين، وأيضا من خلال تخفيف التجديدات الأمنية خلال الاحتجاجات في التي تشهدها الشوارع الجزائرية والساحة الجزائرية، إلا أن الجيش الجزائري بقيادة أحمد قايد صالح رفض هذه الإملاءات واعتبرها إملاءات وأنها مؤامرة على الدولة الجزائرية. ومن ثم بدأت اللجنة تعمل في ظل هذه التحديات، إلا أن حدث بعد ذلك توافق ما بين الجيش وبين لجنة الحوار، وأصبح أحمد قايد صالح يعني متجاوب إلى حد ما بالإفراج على بعض المعتقلين من في هذه الاحتجاجات. ثم بعد ذلك قامت اللجنة بعقد العديد من اللجان التي تهدف من خلالها إلى تقريب وجهات النظر بين فئات الشعب الجزائري، سواء كان من الأحزاب أو من الشباب أو من التيار المدني، وذلك بهدف الخروج بتوصيات للعبور من هذه المرحلة لمرحلة جديدة، وهي مرحلة إجراء الانتخابات. يعني أستاذ محمد، يعني بعد إجراء هذه اللجان وهذه الجلسات، برأيك سيكون هناك استجابة من الشعب الجزائري؟ طبعا اللجنة هي لجنة مستقلة، لا تمثل الشعب الجزائري ولا تمثل التيار بعينه، ولكن اللجنة من الخبراء ومن الأكاديميين ومن الوطنيين الجزائريين بهدف الخروج من هذه الأزمة وإجراء انتخابات في أسرع وقت. الجيش أكد على ضرورة إجراء الانتخابات في أسرع وقت، وذلك محافظة على الدولة والمؤسسات في الجزائر، بالإضافة إلى أيضا الحكومة تريد إجراء الانتخابات في أسرع وقت، إلا أن الحراك الشعبي رافض كل الرفض لوجود مثل الحكومة على سبيل المثال، ورافض إلى حد ما. لماذا أستاذ محمد؟ يعني ما هي دوافع المعترضين على أداء هذه اللجنة؟ الشعب الجزائري أكد، أو والشباب على الوجه الأخص، يعني يمكن في خلال الاجتماع الذي عقد أول أمس في اللجنة، والاجتماع الذي عقد اللجنة يوم السبت الماضي، اقتحم عدد من الطلاب لمقر هذا الاجتماع، وذلك تنديدا بمشاركة بعض الشباب الذين يطلقون على أنفسهم طلاب الأحرار في الجزائر، وأنهم هم الذين يمثلون الشباب الجزائري، وكان هذا مرفوضا، خاصة أن الشباب هؤلاء كانوا أيضا يدعمون بوتفليقة خلال ولاياته السابقة. هناك أيضا مطالب بضرورة أن تكون الانتخابات الجزائرية في أسرع وقت، بالإضافة إلى المطالبة بأن تكون مدنية بعيدا عن عسكرة الجزائر، بالإضافة أيضا إلى ضرورة مشاركة جميع الطيارات في لجنة الحوار. وخاصة أن هناك بعض التقارير من الصادرة عن الجزائر بأن هناك عملية إقصاء لبعض الأحزاب وبعض الشخصيات والرموز الوطنية وبعض الشخصيات من الشباب في الحراك الشعبي. وكيف تتعامل اللجنة أستاذ محمد مع كل هذه التظاهرات؟
اللجنة تحاول بقدر الإمكان من خلال منسقها العام من للتوصل لحلول وسط ووجود مخرجات من خلال هذه الاجتماعات، وخاصة مع تشكيل أكثر من 5 لجان تساعد هذه اللجنة، مثل لجنة الحكماء واللجنة السياسية ولجنة الإعلام ولجنة الاتصال والمؤتمرات، والتي تهتم بالإجراء الجلسات مع سواء كان مع الأحزاب أو سواء كان مع التيار المدني أو مع الشباب في الحراك الشعبي. أعتقد أن الأيام القادمة سوف تشهد تسريع وتيرة هذه الاجتماعات للخروج إلى مؤتمر وطني عام وتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات، تكون لجنة مستقلة نزيهة، وتكون أيضا هذه الانتخابات تحت إشراف دولي لضمان نزاهة الانتخابات في الجزائر. نعم يعني أستاذ محمد، الدولة ممثلة في الرئيس المؤقت ورئاسة الأركان والقوى السياسية جميعها تتحدث عن محاربة الفساد، كيف ترى هذا الأمر؟ يعني دعيني أوضح لحضرتك طبعا أن من ضمن مطالب الحراك الشعبي والثوار في الاحتجاجات خاصة في الجمعة 26 بضرورة محاسبة كل من أفسد الحياة السياسية وأيضا كل من سرق المال العام، وبالتالي هذه المطالب تؤكد على أن الشعب الجزائري لن يتهاون في من نهب المال العام ومن أيضا سرق المال العام، وخاصة أن وزير العدل الجزائري أكد على أن الفساد شوه سمعة الجزائر وشوه أيضا وجه السلطة والحكومة وأساء سمعة موظفيها، وخاصة من خلال التعيينات الجديدة سواء كان بالنسبة للمحكمة الدستورية أو سواء كان بالنسبة للموظفين والقضاء، هناك حالة من حالات الغربلة لهذا الجهاز سواء كان الجهاز القضائي أو الجهاز الشرطي في الجزائر، وذلك استرداد الأموال المنهوبة ومراجعة جميع الاتفاقيات التجارية التي تمت خلال الفترات الماضية، وأيضا كان هناك تغييرات في رئاسة مجلس الدولة ورؤساء المجالس القضائية ونواب العموم بالولايات بهدف تحسين المستمر للعمل القضائي والارتقاء به لمستوى تطلعات الشعب الجزائري، وخاصة أن حتى الآن الشعب الجزائري يسرق، حتى الآن هناك محاولة من بعض رموز النظام السابق للفرار خارج الجزائر، ولعل تم القبض على العديد من رجال الأعمال عند المعابر الحدودية في محاولة للخروج من الجزائر خروج الآمن. الدولة لن تتهاون أبدا في استرداد أموالها. أي عملية فساد سابقة؟ نعم نعم، هناك يعني أنا عايز أقول لحضرتك أكثر من 11 وزير تم توقيفه حتى الآن، 2 من رؤساء الوزراء تم توقيفهم، العديد من رجال الأعمال الذين ساهموا في نهب الأموال سواء كان بقرارات يعني قرارات أحادية أو بالأمر المباشر، يعني هناك تعهد من قبل وزير العدل الجزائري بأنه سيتم استرجاع الممتلكات المنهوبة والتي تم العدوان عليها بغير وجه حق، وأيضا سيتم تقديمهم للمحاكمات شعور الشارع الجزائري بأن القيادة الجديدة تحاول أن تسترجع محارب هذا الفساد. نعم بالإضافة أيضا نعم يعني أخيرا كيف ترى أو ما هي توقعاتك لردود فعل الأحزاب؟ الأحزاب هناك بعض الأحزاب يعني الحركة يعني الجبهة الثورية أو الجبهة الوطنية أو بالنسبة للتجمع الديمقراطي أو الأحزاب الكبرى أكدت على مشاركتها في لجنة الحوار والمصالحة، يعني وده يؤكد على أن الآن أصبح كل في مكانه في لابد أن يقوم بدوره للخروج من مثل هذه الأزمة، وخاصة أن الشارع الجزائري لن يرحم الكتل السياسية سواء كان أحزاب سواء كان مجتمع مدني قوى أو سياسية. شخصيات عامة من عدم الخروج من هذه الأزمة، وبالتالي لزاما على هذه الأحزاب وهذه التجمعات أن تقوم بدورها الوطني وتنحى جانبا مصالحها الشخصية وأن تكون مصلحة الجزائر هي المصلحة العليا للمحافظة على الدولة الجزائرية سواء كان من الأخطار الداخلية أو الأخطار الخارجية، ونحن نعلم أن الجزائر محط أنظار العالم سواء كان
من حيث من الاتحاد الأوروبي أو من الدول الكبرى أو أيضا من الدول الإفريقية والعربية. نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد حمادة الكاتب المتخصص في الشؤون العربية بأهرام، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.